بسم الله ولا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو حمص يوم الثلاث يوم 15/3/2022 ومعاكم قناة المواشي اليوم. وتعالوا نشوفوا اللباني والبتلو اسعاره ايه في سوق ابو حمص النهارده. اللهم صل على النبي على المالي يا مع الله اكبر. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل يا باشا. نتعرفوا باسمك؟ محمود محمد مصطفى عوض. المعلم محمود محمد مصطفى عوض. منين يا عم محمد؟ الحبشي. من الحبشي. انا لسه النهارده في سوق ابو حمص النهارده. بسم الله ما شاء الله على المالي يا جماعة الله اكبر. عمرك قد ايه يا عم الحاج دي؟ نتادي. عمري 3 شهور. الله اكبر. عمري 3 شهور يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. الله وكيل. سعرها كام يا عم الحاج؟ هي 8000. 8000. 8000. بسم الله ما شاء الله. عمري 3 شهور يا جماعة وعاملة 8000 جنيه نتاية. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله أكبر. بص الفتحة كده. اللهم صل على النبي يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعة. الله أكبر. اللهم صل على النبي على المال. معانا برضو نتاية تانية. نتاية برضو عمر قد ايه دي؟ ديت عمر شهرين ونص. اللهم صل على النبي. عامله كام الله وكيل؟ 7000. 7000. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي يا جماعه. نتاية تانية. نتاية برضو اقل شويه. 65. 65. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. برضو ان شاء الله. ذكر ذكر اهوت ذكر. اللهم صل على النبي. 75. 7000 ونص. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ذكر ابيض. ذكر ابيض. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عامل كام يا عم؟ 85. الله يبارك لك عم محمود. بسم الله ما شاء الله. ذكر برضو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عامل 7000. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. معاك حاجه غير الستة دول عم محمود؟ لا والله لسه بشتري. بتشتروا لسه؟ الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. طب معاك رقم تليفون عم محمود؟ لا والله ما معيش. 011 22 37 9 3 اصفار. الله يبارك لك. صباحكم ابيض ان شاء الله. اي حد يتواصل معاكم تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاه واجب. نهاركم ابيض ان شاء الله. سوق دمنهور ما تجيش. اللهم صل على النبي. ليه؟ سوق دمنهور هنجيب اليوم الحد الجاي. اشمعنى عم محمود بقى؟ الحاج على الشرقاوي مدته خلص. مدته خلصت كده. اللي هيمسكوا الديش بقى ولا ايه؟ والله ما حد عارف. ما حدش عارف لسه. يعني هينقفل السوق الجاي. سوق دمنهور هيقفل عشان هيشوفوا مين اللي هيشغلوا الجيش. يا حد ياخده تاني ما حدش عارف. اللهم صل على النبي. سوق دمنهور يا جماعه اللي جاي يوم الحد الجاي قافل عشان خاطر اللي كان ماسكه قبل كده مدته انتهت وخلاص بقى هتشوفوا غيره ان شاء الله. اللهم صل على النبي. ناركم ابدا رجال ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. صباح الخير يا عم الحاج. حالك ابيض ان شاء الله. باذن الله. نتعرفوا باسمك؟ شعبان زلط. المعلم مع شعبان زلط. الله يبارك لك. ذكر ولا انتهى يا عم شعبان؟ ذكر ذكر. عامل كام الله وكيل؟ عامل 65. 65. عمره قد ايه طيب؟ عمره شهرين ونص. الله يبارك لك يا عم الحاج. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. طب اللي هناك دول تبعك برضه؟ الله يبارك لك. طب ممكن رقم تليفونك عشان لو حد عايز حي؟ 012-8 3-2-3-2-9-5 200. الله يبارك لك يا معلمي. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابد ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. الله يبارك لكم. صباحك ابد يا عم محمود. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. البتلو النهارده في سوق ابو حمص. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل يا حاج. تعرفوا باسمك؟ غالب السعدي. المعلم غالب السعدي قاعد فين يا عم غالب؟ كفر الدوار. كفر الدوار. بسم الله ما شاء الله. عمره قد ايه كفر؟ 6 شهور. بسم الله ما شاء الله. عمره 6 شهور يا جماعه. الله اكبر. عامل ايه يا معلمي؟ 8000. عامل 8000. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. بسم الله. يعني شغلتك البتلو على طول؟ شغلت البتلو. طب ممكن رقم تليفونك عشان لو حد عايز حاجه يتواصل معاه؟ 012-42-63. 012-42 بعد 42 63 63 848. 848. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض ومتشكرين يا معلمي. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. جماعه ذكر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. والله مش عارف. بسم الله ما شاء الله. عمره قد ايه ده حاج؟ عمر شهر مثلا؟ عامل كام الله فيك؟ 36. 36. بسم الله ما شاء الله.
3600 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، الله يملأ لكم بركه ويجعل سوق احسن منه، اللهم امين. نهاركم ابيض ان شاء الله رجال. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل. نتعرفوا باسمك حبيبي. حافظ ابو كشيك. من حافظ ابو كشيك؟ معلم حافظ ابو كشيك ابو المطامير وتجار ابو المطامير. يا جماعه النهارده بسم الله ما شاء الله ذكرات، الله اكبر. عمره قد ايه الذكر ده يا معلمي؟ عمره 35 يوم. 35 يوم بسم الله ما شاء الله. استنى يا عم، ده شهر وخمس ايام تصور فيه حبيبي يا حاج. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. عامل كام الله وكيل؟ ده والله بيشتروا ب 2000. بالفين جنيه من حطم الاسعار. والله بكام الله وكيل؟ والله الراجل ده كان بيشتري بالفين. بالفين جنيه. اللهم صل على النبي. الدنيا الرد غالي. ده موجود جمن ثمن جد. الرد غالي والعلف غالي يعني الاسعار فيها هبوط يعني. اظن العلف رفع 2000 جنيه. اللهم صل على النبي يا جماعه. احنا مغادر الفلاحين بقى شمر وانزل. عجل ذكرات عمره قد ايه؟ شهر ولا اكثر؟ ده 35 يوم. 35 شهر وخمس ايام. بسم الله ما شاء الله. 35 يعني عامل 2000 جنيه يا جماعه. يعني اللهم صل على النبي. ان شاء الله لا يغضب. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. 2000 جنيه بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. طب ممكن رقم تليفونك؟ 010 6 2 1 6 2 1 6 6 1 6 3. الله يبارك لك حبيبي. اي حد يتواصل مكتب على قناه الماشي اليوم بالله عليك تعمل معاه صباك زي العسل ان شاء الله. العجل عمره يا جماعه شهر وخمس ايام اهوت، عامل 2000 جنيه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل على النبي على الماء. صور واحد بيضحك، ما تصورش واحد حزين. اللهم صل على النبي. والله العظيم والله العظيم مدر يا هنا مش ب2000. اللهم صل على النبي. الله يسهل لك الحال ويملأ لك بركه يا حاج. بسم الله ما شاء الله. لا بقوم لوحده يا حاج، مش عايز حد يشده. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. الله يملأ لك بركه يا عم الحاج، وصباحكم ابيض ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل على النبي. عشان يبقى قدامك اللي بيشتري. الله يبارك لك. الزبون قلت الدنيا وراها في داهيه. الله يبارك لك يا معلم. بسم الله ما شاء الله. عايزين نتعرفوا على الراجل الطيب ده. صباح الخير يا عم الحاج. لا معلش ما نزلش على النت خالص. ماشي يا معلمي. صباحك ابيض. طب انت منين طيب؟ يا معلمي مش هتنزل يا عم، نسالك انت منين؟ صباحك ابيض يا معلمي.